السلام عليكم وغفر الله لكم ونفعنا بما قلتم. أحد الإخوة يطلب إعادة ذكر أنواع المحاربة وتفسيرها. نعم طيب أنا لازم أعيدها ولا كيف؟ شو رأيكم؟ أعيدها يا أبا مالك. المحال لذاته والمحال لغيره والمحال عادة. طيب المحال لذاته المحال العقلي وهو المحال العقلي وهو مقابل للواجب لذاته. المحال لذاته مقابل للواجب لذاته وهو الذي لا يمكن وجوده لذاته. لا يمكن وجوده لذاته بمعنى أنه أن منع وجوده لم يكن لأمر آخر. واضح؟ فهذا النوع من المحال لا حصل ولا يحصل أبدا. طيب الثاني المحال لغيره وهو الذي يمكن وجوده باعتبار ذاته ولكنه امتنع لأمر خارج ذاته. يمكن وجوده لذاته مثل زنا مثل زنا العفيفين العفيف. طيب مثل إيمان أبي لهب. إيمان أبي لهب ممتنع لذاته ولا ممكن لذاته؟ ممكن لذاته. يعني يمكن عقلا أن يؤمن أبو لهب ولا لا؟ لذلك كان مكلفا وذلك سيعاقب على كفره. إيمان أبي لهب ممتنع لغيره لما أخبر الله أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب وأخبر أنه سيكون من أهل من حصب جهنم وأنه دليل على أنه يمكن أن يؤمن ولا لا؟ لا يمكن أن يؤمن. لا يمكن بعد هذا الإخبار يمكن ولا لا؟ لا يمكن. تمام؟ طيب هل يمكن أن يخرج الله أبا لهب من قبره الآن ويجعله يؤمن عقلا أو لذاته ولا لا؟ بعد الخبر لا يمكن لغيره. تمام؟ طيب إذن علم الله بالشيء يمنع حصوله على غير النحو الذي علمه عليه ولا يمنع ذلك لذاته وإنما يمتنع لغيره. الممتنع لغيره هل هو مجبر أم علم على هذا النحو؟ كلام عن علم الله عز وجل. لذلك هذا يرد على المجبرة أو الذي يقول بالجبر يقول إن طالما علم أنني سأكون كذلك فلم أمرني ونهاني. ويقال هذه أصل شبهة إبليس وذكر هذا الشهرستاني في بداية كتابه الملل والنحل. طيب علم أنني سأكون على هذا النحو فلم أمرني ونهاني. علمه هو أمر كشف الذي هو عليه في الحقيقة ولا أجبره على ما صار عليه؟ والله عز وجل لا يجوز عليه الجهل بشيء وبالتالي فعلمه بذلك أمر واجب. وأما ما حصل منه كان ممكنا لذاته ممتنعا لغيره. حتى نفهم هذا الشيء الممتنع لغيره الممتنع العادي هو المقابل للواجب العادي. يعني مثل إيش؟ يقال مثلا فلان من الناس من أصلح الناس وكذا يعني العفة فيه واجب. يقول لك فلان لابد أن يكون عفيفا وكذا لأن هذا الذي أعرفه منه أمين وكذا. لكن عادة لكن ممكن الأمين يقع في الخيانة لذات يعني عقلا ولا لا؟ بس عادة يقع؟ لا يقع. كذلك يقال تستحيل الخيانة على الأمين. فلان مستحيل أنه يخون بس هو عقلا ممكن يقع صحيح بس هذا عادة ولا عقلا؟ عادة. إنسان مات ولم يخن أبدا خيانته ممتنعة لذاته ولا لغيرها؟ عادي ولا لغيره؟ لغيره لأنه ثبت أنه مات على ذلك فلا نعم. السلام عليكم. يقول هل كان مفوضا؟ كلمة تفويض أخواننا لابد من أن نعاملها بحسب الموصوف بها. فأهل الإيمان أهل السنة والجماعة مفوضة للكيفيات والحقائق المطلقة. واضح؟ فلا نعلم نحن كيفيات صفات الله، لا نعلم كيفية الروح، لا نعلم كيفية الآخره. وبالتالي فالألفاظ المحتملة للتفويض لابد من النظر إلى القائل ومعرفة ما هو عليه. ابن قدامة كتب في الإثبات
واضح؟ لكن له كلمات محتملة، لذلك بعض أهل العلم رأى أنه مفوض. والمشكلة عندنا نحن أن لا نقبل الإنسان إلا أن يثبت كل شيء، واضح؟ لذلك من قال في أنه عنده تفويض فإن الكلام يعني منصب على بعض ما تكلم فيه، لابد أن يثبت. وهذا درس لنا جميعا، عندما نتكلم في موضوع الإثبات نبتعد عن الألفاظ التي فيها التفويض. والسبب، السبب في ذلك أنه وقع الناس في التفويض المذموم، وقع الناس في التفويض المذموم. يعني أنت الآن ممكن تجد واحد من أئمة أهل السنة قال استوى استواء يليق بجلاله. طيب استوى، ماذا تقصد بالاستواء؟ والاستيلاء ولا العلو؟ ما بينت. ترى ابن كثير مثلا قال استوى استواء يليق بجلاله. طيب ايش الاستواء؟ ماذا يقصد؟ فيأتي واحد يقول هذا تفويض، نقول له هل ابن كثير من مثبتة العلو ولا لا؟ خلاص، إذن هما هم مفوض. وإن وقع اللفظ هنا يعني مشابها لكلام المفوضة، بس نحن نعلم أنه إيش. طيب الإمام أحمد قال لا كيف نؤمن بصفات الله لا كيف ولا معنى، اللفظ مشابه لكلام المفوضة، بس الإمام أحمد مثبت ولا لا؟ مثبت للصفات، وأنكر بل كفر بعض من خالف في إثبات الصفات في أدنى الأمور، ومع ذلك قال لا كيف ولا معنى. اللفظ محتمل ولا لا؟ محتمل، لكن في ذلك الزمن كان مفهوما. الإمام محمد قال الكلمة واضح لا كيف ولا معنى، يعني المعنى الذي كان كلمة المعنى نثبت هذه الصفات من غير تفسير، من غير كيف ومعنى، كانت هذه الكلمة منصبة دائما على المعنى الذي يذكره من؟ الجهمية. بعد ذلك نسيت هذه القضية، فصار من قال هذه الكلمة لا تطرق باله إلى هذا الموضوع، فلذلك يجب أن نترك هذه الكلمة. وبالتالي فمن حكم على ابن قدامة بناء على زماننا سيحكم عليه بأنه مفوض، واضح؟ ولكن كلامه محتمل، والله أعلم. نعم. السلام عليكم، يقول ما رأيكم في كتاب الروح لابن القيم، هل وقع له شيء من الاضطراب؟ الكتاب الروح هو يعني شأن البشر، لا يوجد إنسان لا يوجد إنسان بعد الأنبياء كلامه لا يعتريه المخالفة عن شرع الله، لابد من وجود هذا، إلا اللهم ما قيل في أبي بكر في أحكامه، ولكن خطأ وقع من الجميع، من أبي بكر وغير أبي بكر للبشرية حتى. ولذلك هذا ليس نبيا ولا هو معصوم عن الخطأ، واضح؟ وهذا من يعني من الكمال البشري، لا يقتضي عدم الخطأ كمال بشري. حتى الأنبياء وقع منهم ما وقع فيه لوم، وقع فيه كذا، ولكنه من كمال القدوة أو من كمال الأسوة لإمكان أن يتأسى بهم من بعدهم. يعني لو كان هؤلاء لم يقع منهم أي شيء، يأتي واحد يقول لك هؤلاء الأنبياء لا يخطئون، وبالتالي فكيف أنا أكون مقتدي؟ كيف أتأسى بشخص لا يمكنه خطأ؟ ما الذي منع من أن يكون الملائكة هم الرسل؟ لا يمكن التأسي بهم، يمكن التأسي بإنسان له رغبة وله شهوة وله كذا ويبتلأ وقد يقع منه كلمة، صحيح؟ لذلك هذا كان وقع منهم على وجه يناسب الخلق وهو الأنفع والحكمة تقتضيه، وضح هذا الأمر. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقع في هذا الكتاب في أمور، ولذلك يعني لا يجوز أن نأخذ ما في كتاب الروح من أخبار عن الروح في كل ما ذكره ابن القيم في كتاب الروح، بل هناك مسائل مواضع يعني حقيقة فيها أخطاء تكلم فيها أهل العلم وأنكروها على ابن القيم رحمة الله عليه. نعم. السلام عليكم. سؤال كثير يقول، وهو سؤال فقهي، قال ثلاثة شركاء في تجارة، سؤال إيش؟ فقهي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.